بالمناسبة يا جماعة، طبعا زي ما انا قلت احنا ما بنتهمش حد على الاطلاق، واي حد عايز يعمل مداخلة اهلا وسهلا بيه، اي حد عايز يجي ضيف مليون اهلا وسهلا بيه، ليس لنا خصومة شخصية مع احد على الاطلاق. عايز اروح معاك بقى يا كاب سمير للدوري المصري او للنشاط المصري. كنت من اشد المؤيدين للمهندس محمود طاهر في انتخابات النادي الاهلي. حقيقة. تمام؟ محمود طاهر على قد طموحاتك في ادارته للنادي الاهلي حتى الان ولا لا؟ يعني هو اكيد انه قد طموحاتي، بس هي الفترة لسه صغيرة وجاية في تغيير دم فرقة كرة القدم. وزي ما انت شفت مثلا الماتش الاخير اللي لعبوه ده، ما تعرفش مين بيلعب اتنين تلاتة من اللي احنا نعرفهم، الباقيين لسه ناشئين. انا بقول ان محمود عنده ثقة جامدة جدا في جريده. وحصل نقاش بينه وبينه، حصل نقاش. سألك عليه قبل ما يجيبه؟ سألني، وانا سألت كرم البنا اللي في اسبانيا يعرفه يعني. وبعد ما جه عدى يعني بقى هو الراجل يعني في النادي الاهلي. برضو النادي الاهلي عنده مشكله ان معظم الناس الكبار بطلوا مره واحده. ده صحيح، بركات وجمعه وتريكا وبعدين فتحي مبروك الظلم طبعا، الحقيقه الظلم طبعا. يعني هو محمد يوسف كمان عمل شغل كويس قوي مع النادي الاهلي. محمد يوسف محمد محترم. محمد بتاعنا بتاع 98 ده جميل. جميل. نعم. فانا شايف ان الحقيقه الفتره اللي الناس دي كانت موجوده فيها النادي الاهلي، انت عارف مستوى كره القدم وحش ليه في المنتخب؟ عشان الاهلي، عشان الاهلي والزمالك وحش. لو الاهلي والزمالك كويس احنا كنا ماتشاتنا كلها من الاهلي والزمالك، وواحد يعني حسن عبد رب وحد تاني بتاع حاجات كده يعني. فانا شايف ان النادي الاهلي يستطيع ان هو يفرح مصر، لان احنا ما فرحناش خالص الفتره اللي فاتت دي في الرياضه يعني. ده صحيح. يعني بنتكلم على واحد بتاع مصارعه بنجهزه عشان يروح مش عارف او رفع اثقال او رفع دي مش هي الشعبيه اسمها الكره. هي الشعبيه الاولى في مصر. ده صحيح. الرياضه الشعبيه الاولى. فخلينا نقول ان احنا لازم ندعم الاهلي وندعم الزمالك. ويعني ايه دعم الاهلي والزمالك؟ يعني لازم رئيس الاهلي ورئيس الزمالك لابد ان يكون هناك اتفاق بينهم. يعني ايه اتفاق؟ مش بقول لهم يعني سلموا على بعض ويحبوا بعض، لا، سياسه. نعم، سياسه. برافو عليك. هو النهارده اللي بيحصل ده ما هوش لصالح البلد. البلد دلوقتي مش ناقصه. واهلي وزمالك دول ما شاء الله يعني الجماهير كلها 60% و40% ولا 50 و50. فانا رايي برضو المهندس خالد عبد العزيز جاء تدخل. وانا شخصيا من ناحيتي انا بعلاقتي الوطيده بالاثنين ان انا احضر هذه الجلسه، ولازم الموضوع ده ينتهي. طيب برضو انا بسالك عن اداء محمود طاهر كرئيسا للنادي الاهلي. انت مصمم؟ بالعكس، ده مهم جدا. محمود طاهر، قول لي يعني ايه ابرز الايجابيات اللي انت شفتها؟ يعني انا مثلا عندي حاجات ممكن اقولها لك ايجابيه عند على المهندس محمود طاهر. محمود طاهر اشتغل مره فتره مع صالح سليم الله يرحمه. تمام، عضو مجلس اداره. عضو مجلس اداره. وبعدين في فتره بعد كده سقط قصاد بجنيت. امين صندوق. امين صندوق. وانا كنت حاضر كل الكلام ده يعني. والمره دي مرشح نفسه رئيس، الحقيقه وقفنا معاه كلنا يعني اصدقائه يعني بتاع نادي هليوبلس احمد حمدي وناظم وبتاع. انما عايز اقول لك ان محمود طاهر عنده حاجات كتير قوي لم تظهر حتى الان. عنده في الاجنده بتاعته حاجات كتيره جدا للنادي الاهلي. بس هو اللي مدوقه طبعا الفرقه فرقه الكوره. وتلخبط اي حد فرقه الكوره، تلخبط اي حد. لان هي جماهيريه. هل محمود طاهر هيبقى عنده كاريزما صالح سليم بعد كده، ولا ده كاريزما لن تتكرر مره اخرى؟ لا، هو صالح سليم صعب انه يتكرر. صعب خلاص. انما محمود طاهر ما يبقى عنده قدوه وعايز يوصل له، كفايه علينا. ده كويس. طيب، اذا انت راضي عن اداء محمود طاهر؟ اكيد. طيب نروح على نادي الزمالك. مرتضى منصور، معذر الالقاب للجميع، ما زال صديقك؟ طبعا، حتى الان. وانا على اتصال بيه على طول. اخر اتصال بينك وبينه كان امتى؟ من حوالي 4 5 ايام. طيب، مرتضى منصور عنده مشكله كبيره مع النقاد الرياضيين، والامر بيتباعد كل يوم، ونقاب الصحفيين وقفت جنب رابطه النقاد الرياضيين ومنعت تماما التعامل مع الاستاذ مرتضى منصور. هل شايف انه دي قضيه ليس لها حل؟ هل حاولت تتدخل وانت برضه علاقاتك جيده بجميع الاطراف؟ يعني وانت راجل ليك دور كبير في الرياضه المصريه،
كعضو مجلس شورى وعضو مجلس شعب وراجل رئيس اتحاد كوره في عز نجاحات اتحاد الكوره، اين دور سمير زاهر من كل هذه المشاكل والقضايا؟ هقول لك حاجه بصراحه يعني انا العلاقه المشاكل اللي موجوده دي دلوقتي لازم يبقى لها وقفه. نعم لازم يبقى لها وقفه. يعني النهارده مرتضى ومحمود طاهر، يعني مرتضى هو المحامي بتاعي هو المحامي بتاعي تمام، وفاكر ايام لما طعن فيا في واحد بيقف جنبك قد ايه؟ ما انت كنت ده انا اكثر واحد بيقف جنبك انت، ما انا بقول بعدها رحت مخلص على الصوت. بتكلم على محامي. نعم محامي هو، لا غير المحكمه وقفت جنبك معنويا بشكل رهيب جدا. الحقيقه نعم صار. انا فاكر لما جيت لتحت وبتاع تحت ايه ده، انا عملت لك شغل ابنك ما عملهولكش وخلصت عليا. كمل ماشي. انت جاي لا والله انت حبيبي برضه. في الاخر احنا بنحبك، خلي بالك رغم كل شيء ليك حاجه عندنا. ما نقدرش يعني، وانت ليك حاجه كبيره. طيب الله يخليك كابتن. اتفضل. عايز اتكلم على مرتضى، على مشكلته. هل انت حاولت تتدخل تقريب وجهات النظر انهاء هذه الازمه اللي بقالها دلوقتي شهر يا كابتن سمير؟ انا قلت بتاعت لجنه الانديه. لا مش لجنه الانديه. مشكله الاستاذ مرتضى منصور مع او المستشار مرتضى منصور مع رابطه النقاد الرياضيه. مع رابطه النقاد الرياضيين. انا رايي، انا قلت لمرتضى بس زعل مني. اما شفت الموضوع تطور كده ومتطور في حتت كتيره. متطور في التلفزيون، في الصحافه، في النادي، وهو عنده جمعيه عموميه بتاعته اللي هو رئيس. نعم. فكلمته قلت له يا مرتضى، ما يعني انا رايي انا انت اخويا وهنصحك. نعم. ما تيجي تقفل الليله دي. نعم. وتجيب ناس بتوع جمعيه عموميه واقعد معاهم في النادي. نعم. وقول كلمتين. ان انا خني، يعني خني التوفيق. نعم. ان انا كنت مش من يعني مش ما كنتش عامل حسابي على الكلام ده، يعني اي حاجه تتقال. نعم. وتقفل الليله. الناس دي عايزين يروح، عايزينك تروح للرابطه، ما تروح لنقابه الصحفيين. يعني ايه المشكله ان انا اروح لمقابل صحفي؟ انا بقول ليه المرتضى كده؟ لان مرتضى بابليك فيجر. يعني فيجر، خلي بالك مش بابليك، يعني مش شخصيه عامه بس. شخصيه عامه واحد وبعدين يجي الناس كلها بعده. لانه من علاقاته ومن انتشاره وبتاع. فانا بقول لك من هنا، بقول لك نصيحه لمرتضى، خلص المشاكل دي لانك انت كبير قوي قوي قوي، والحاجات دي لازم تخلص بطريقه سريعه. ولو عايزني اتدخل انا مستعد اكلم شبانه وبقول له مبروك على رئاسه الرابطه. نعم. ومستعد ان انا اعمل. اتصالحت مع شبانه ولا لا؟ يعني ما شبانه حبيبي يعني. نعم. بس الايام بتتغير. هو صالح الناس كلها الحياه شبانه. يعني جميل جميل يعني. حصل يعني الكل اتصالح مع بعضه، يعني مش هو اللي صالح، يعني الناس كلها اتصالحت مع بعضها. ومستعد انا شبانه من عندك ان انا اروح له برنامج بتاعه ونتكلم على الهواء في الكلام ده. شبانه ما عندوش برنامج عنده يا اخي حاجه في القناه الثانيه. لا ده من زمان، انت على قديمه. الله ده من زمان. انت من زمان والله. خلص البرنامج. لا هو بس هتلاقي بس هو قريبا في قناه قريب يعني. طب هيظهر مع وليد بتال. مين وليد؟ وليد اسمه ايه دعبس. وليد دعبس يا راجل محترم. وليد دعبس ده طبعا انا اقدره واحترمه واقدر. هو دول حبايب اصلا. لا وليه فضل عليا عمري ما نساته لحياتي. طيب يعني وقت ما كلكم تخليتوا عني هو وليد دعبس اللي واقف جنبي، ما انساهلوش ابدا، طول عمري ما هنساه. معايا صديقي وصديقك كابتن محمود بكر. حبيبك كابتن محمود. مساء الخير يا كابتن شوبير. ازيك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك يا كابتن سمير؟ وحشنا محمود يا حبيبي. الحمد لله على السلامه، ومبسوطين جدا بالحلقه الجميله دي. ربنا يخليك. يعني اللي معهوش فلوس ما يجيش اتحاد كوره ولا ايه؟ انت قلت رجال اعمال يا فهمش كابتن محمود بكر. خلاص هتبقى في قائمتي انا. هتبقى في قائمتي يا كابتن. هتبقى في قائمتي انا خلاص. محمود انت عندك اهم من الكوره الكاركتر بتاعك وقبولك والقبول بتاعك. اتفضل يا شباب. انا سعيد جدا بالحلقه الجميله دي، وعاوز انتهز الفرصه ان احنا وكابتن سمير زاهر قاعد بتاريخه، كابتن شوبير قاعد بتاريخه، الناس عاوزه تعرف نعمل ايه في انتخابات اتحاد الكوره اللي لو اتعادت 100 مره سمير زاهر ينجح، شوبير ينجح، هاني ينجح، الهواري ينجح، مش عارف مين ينجح. ده انا بعتبره نقطه ضعف في قلب الانتخابات، ودي يعني عملت شيء من الـ 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 الخمول في قلب التخطيط للكره المصريه، لان كل المجموعه اللي انا قلتها دي كل واحد منهم ممكن يبقى رئيس. خلاص؟ فاصبح دلوقتي العمليه لابد ان احنا النهارده كابتن سمير زاهر
وكابتن شبير انا عاوز اسالكم، هل انتم يعجبكم طريقه الانتخاب بتاع اتحاد الكره اللي موجوده دي؟ دي نمره واحد. طب لو ما عجبتكمش ايه الحل اللي ممكن تفرضوه انتم مع الحكومه عشان يفرز اتحاد كوره في كثير من الناس اللي هي ليست محترفه ولكن ناس تقدر تدي كوره لمصر وتقدر تخطط لكره مصريه؟ يا ريت نسمع يعني مفهوم اتنين كبار جدا لهم باع كبير جدا، اذا رشحوا نفسهم في اتحاد الكوره ينجحوا 100 سنه جدا، لكن نقطه الضعف اللي احنا شايفينها في الانتخابات دي ازاي ان احنا نعالجها ايجابيا بحيث انها تفرز ناس برضو افاضل زيكم وناس جداد تاني. وشكرا. انا على محمود استنى عايز اقول لك حاجه. عايز اقول لك ان انت نجحت من جمال عميه برضو، انت ناسي ولا ايه؟ انا نجحت قضاء وقدر. ده عشان اتعرف بالكابتن سمير وعلى فكره الكابتن شبير لما انا اتعادلت مع سويدا كابتن شبير احمد شيرين مع شيرين فوزي انتوا اللي انقذتوني. قال لك ايه هم كلهم؟ بقول لك ايه كلهم باعوك وانا اللي نزلت لك. قالوا ايه؟ انا لقيتكم بتقولوا ادوا محمود. فاكر انا نزلت لك زي هاني محمود الشامي في القعده كلهم باعوا وانا اللي نزلت له. انت محمود انت شخصيه محترمه جدا والله. اشكرك كابتن محمود بكر. هو بيسال سؤال. يا ريت يا ريت والله. حاضر كابتن. اشكرك كابتن محمود بكر. هو بيسال سؤال مهم، انه الانتخابات ستظل تفرز سمير زاهر وهنا بريده وحازم الهواري واحمد شوبير والمجموعه اللي موجوده دي طول ما نظام الانتخابات كما هو. هل ان الاوان لتغيير هذا النظام لضخ دماء جديده؟ وهل ان الاوان لكل المجموعه دي، انا وحضرتك وبريده والهواري ناس دي، خلاص نوسع الـ 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 الطريق لجيل جديد قادم قادر على قياده الكره المصريه، حتى نحط ايدينا معاه من باب الخبره؟ اسلع اجابه حضرتك بس بعد الفاصل.